إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. لك الحمد يا ربي حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربي من كل شيء بعد. فلك الحمد ربي حمدا حتى ترضى ولك الحمد ربي حمدا إذا رضيت. ونشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد المتفرد بالجلال الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له شريك في ملكه ولا ولد. سبحانه 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 تسبح له السماوات السبع رغم ارتفاعها والأراضين السبع رغم اتساع أقطارها والبحار وأمواجها والشمس وشعاعها وكل ما هو مستيقظ وراقد وكل ما هو متحرك وساكن وكل ما هو راكع وساجد الكل يشهد بجلاله والكل يقر بكماله ويعلن عن ذكره ولا يغفل عن شكر المولى جل وعلا. ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وعظيمنا وحبيبنا سيدنا المصطفى محمدًا عبد الله ورسوله، اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من سار على هديه إلى لقاء رب العالمين. جاء رجلٌ محب للنبي عليه الصلاة والسلام وهو يمدح حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقول: يا آل طه لنا في حيكم قمر له الحصى ناطق والبدر منقسم، طه البشير وله أسماء أربعة: محمد أحمد والماحي فاتح النعم. أنطقت لرسول الله أربعة: الضب والظبي والثعبان والصنم. آمنت برسول الله أربعة: الإنس والجن ثم العرب والعجم. لولاه في الإسلام ما كان أربعة: حج ومنى ثم بيت الله والحرم. صلى على خير خلق الله أربعة: العرش والكرسي ثم اللوح والقلم. نصلي ونسلم عليك سيدي أبا القاسم يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وعلى كل من سار على هديك إلى لقاء رب العالمين. أما بعد، نضر الله هذه الوجوه المشرقة وزكى الله هذه الأنفس وشرح الله هذه الصدور وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. والله أسأل
كما اجتمعنا في بيته وعلى طاعته أن يجمعنا مع سيد الدعاة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى يا رب العالمين. أحباب النبي عليه الصلاة والسلام، لما هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، ما هو أول عمل عمله النبي عليه الصلاة والسلام؟ أول عمل عمله النبي عليه الصلاة والسلام هو بناء المسجد. لماذا؟ ليوثق الصلة بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى، ليجعل هناك ترابط وثيق بين أهل التوحيد، بين الخلق والخالق الله سبحانه وتعالى. لذلك كان أول عمل للنبي عليه الصلاة والسلام هو بناء المسجد. ودائما لا يعمر بيت الله إلا من اصطفاه الله عز وجل ومن جعله من أهل الإيمان. اللهم اجعلنا جميعا من أهل الإيمان. اسمع إلى ربك سبحانه وتعالى وهو يقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. اللهم اجعلنا من المهتدين الفائزين بشفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كما يقول الله سبحانه وتعالى أيضا في سورة النور: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. اسمع أخي الحبيب، يا من اختصك الله سبحانه وتعالى واختارك من بين خلقه أن تكون من المعمرين لبيت الله تبارك وتعالى، اسمع إلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. اللهم اجعلنا من أهل الأنوار. هذه بشرى من النبي، هذه بشرى عظيمة من حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ليس هذا فحسب، بل من ضمن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ورجل قلبه معلق بالمساجد. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. واسمع أيضا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يوضح لك أن الذي يحافظ على هذه الصلاة إنما هو على نور من ربه، لأنه حينما نبعث يوم القيامة كل منا يبعث على قدر عمله، منا من يحيط به النور من جميع الجهات، ومنا من يكون نوره كالجبل، ومنا من يكون نوره كالنخلة، ومنا من يكون نوره كالرجل القائم، ومنا من يكون نوره على إبهامه يضيء مرة ويطفئ ويطفأ مرة، ومنا من تحيط به الظلمة من جميع الجهات.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. المنافقون الذين هم لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، الذين هم لا يعمرون بيت الله، الذين هم ينقطعون عن الصلاة، الذين هم يراؤون الناس، الذين هم لا يذكرون الله إلا قليلا، الذين هم يخادعون الله وهو خادعهم، يقولون لهؤلاء: انظرونا نقتبس من نوركم. قيل: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم: يا أهل الأنوار، يا عمار المساجد، ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم، فتنتكم هذه الحياة، شغلتم بالأولاد، شغلتم بالوظيفة، شغلتم بالمال، شغلتم بالتجارة، فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. لا إله إلا الله. نعم أحباب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. والغي وادي في جهنم تستغيث منه جهنم في اليوم 70 مرة. لا إله إلا الله. أعد الله عز وجل هذا الوادي من الغي من نار جهنم لمن يضيع الصلاة، لمن يتخلف عن الصلاة، لمن يسهى عن الصلاة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هل هناك أحد من أمة الحبيب المصطفى محمد يتخلف عن الصلاة؟ هل هناك أحد من أتباع سيدنا محمد يضيع الصلاة؟ نعم، هناك الكثير من الناس الذين هم تشغلهم الأموال والوظيفة والأبناء والزوجة والمشاغل حتى اللهو واللعب، يشغلهم ذلك عن الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. والله ينادي على أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر من؟ عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. لذلك أحباب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم نجد كثير من الناس يهمل في تربية أبنائه، لا يعلمه الوضوء، ولا يعلمه كيفية الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وينتج عن ذلك جيل لا يعرف قدر الله سبحانه وتعالى، ولا يعرف صلته بالله سبحانه وتعالى، ولا يعرف أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. نتعجب على شباب في الجامعة لا يحسن كيف يصلي، لا يحسن الوضوء، لا يحسن قراءة الفاتحة، لا يحسن الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. من المسؤول عن ذلك أحباب النبي عليه الصلاة والسلام؟ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة
عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أخو الفاضل ذكرني بقصة واقعية، هذه القصة حدثت في مدينة الرياض. شاب في مكتمل شبابه وفتوته وقوته، بينما هو يسير بسيارته على سرعة كبيرة، وإذ به يصطدم بأحد أعمدة الإنارة الكهرباء، فينتج عن ذلك حادث مروع فيحترق كل جسده، فيدنو منه أحد الناس لكي يلقنه الشهادة وهو في الرمق الأخير، يقول له: يا عبد الله قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. كاد جسده أن يتفحم نهائيا من النار، إلا أن لسانه يقول كلمات فدن منه الرجل: قل لا إله إلا الله يا أخي. فلم يجبه إلا إجابة واحدة، قال: هو في سقر، هو في سقر، هو في سقر. ثم فاضت روحه إلى بارئ الكون، فسأل الرجل وكان من عوام الناس أحد الدعاء، وهو يمشي في جنازته بكى بكاء شديدا، ثم قال له: لقد حدث شيء غريب وأنا ألقنه شهادة التوحيد، لم أسمع منه سوى كلمة واحدة وهو يقول: هو في سقر، هو في سقر، هو في سقر. فقال له هذا الرجل الداعية: الإجابة في كتاب الله عز وجل، أولم تسمع قول الله في سورة المدثر: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نك من المصلين. أول شيء أخذ بهم وكان سببا في دخولهم جهنم تركهم للصلاة، قالوا: لم نك من المصلين، ولم نك نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين، حتى أتانا اليقين. لا إله إلا الله، كل باك فسيبكى، وكل ناع فسينعى، وكل مذكور سينسى، وكل مذخور سيبلى، ليس غير الله يبقى، من علا فالله أعلى. نعم أحباب النبي عليه الصلاة والسلام، الإمام الشافعي قال لتلاميذه: أصول العلم ثمانية، ثمانية أشياء: الواجب والأوجب والعجيب والأعجب والصعب والأصعب والقريب والأقرب. فقال تلاميذه: فسر لنا هذه الأشياء أيها الإمام جزاك الله عنا خيرا. فقال: أما الواجب فهي التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، التوبة واجبة، وترك الذنب أوجب. وأما العجيب تقلبات الدهر في عباد الله، تجد إنسانا غنيا صار فقيرا، وتجد إنسانا فقيرا صار غنيا، وتجد شابا قد انتهى عمره، وتجد شيخا عجوزا باقي على ظهر هذه الحياة، وتجد عليلا لا يموت، وتجد صحيحا قد مات. تقلبات الدهر في عباد الله
عجيبة، وعدم الاعتبار بها أعجب. وأما الشيء الصعب فهو الصبر عند المصيبة، أمر صعب على النفس، لكن فوات الأجر والثواب أصعب. وكل ما هو آت قريب، كل ما تتمناه قريب سيأتي، وكل ما هو آت قريب، ولكن الموت من دون ذلك أقرب. نعم أحباب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت فكما تدين تدان، أو كما قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وعظيمنا سيدنا المصطفى محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من سار على هديه ونهج نهجه واقتفى أثره إلى لقاء رب العالمين. أما بعد، أحباب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أهل الإيمان الذين هم آمنوا بالله ربا ومعبودا، أول برهان عملي على إيمانهم هو المحافظة على الصلاة. من حافظ على الصلاة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة. اسمع، وحشر مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء الأربعة؟ يعني من شغله المال عن الصلاة حشر مع قارون، ومن شغله المنصب عن الصلاة حشر مع فرعون، ومن شغلته الوزارة عن الصلاة حشر مع هامان، ومن شغلته التجارة عن الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى حشر مع أبي بن خلف والعياذ بالله. انظروا أحباب النبي عليه الصلاة والسلام، اجعل لنفسك نصيب من هذا الأجر العظيم، واجعل لبيتك أيضا نصيب. علم أبنائك وعلم زوجتك الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. اجلس مع ابنك وعلمه كيف يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. وبفضل الله عز وجل نحن في هذا المسجد العامر، أسأل الله سبحانه وتعالى وأن يجعل هذا الجمع مرحوما يا رب العالمين، كل يوم بفضل الله سبحانه وتعالى بعد صلاة المغرب نعلم الشباب، هلموا إلى هذا المسجد إلى بيت الله سبحانه وتعالى. أسأل الله بمنه وكرمه أن يجمعنا على محبته وعلى رضاه ومع الحبيب المصطفى محمد في الفردوس الأعلى يا رب العالمين. نتضرع إلى الله عز وجل قيوم الأرض والسماء في هذه الساعة، عسى أن تكون ساعة إجابة. اللهم تقبل منا صلاتنا، اللهم تقبل منا صلاتنا، اللهم تقبل منا صلاتنا، واجعلنا من المحافظين عليها يا رب العالمين. اللهم اختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين، وثبتنا على لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا،
وثبِّت أقدامنا، وانصُرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تدع لنا ذنبًا إلا غفرته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا ميتًا إلا رحمته، ولا دينًا إلا أديته، ولا همَّا إلا فرَّجته. اللهم انصُر الإسلام وأعِزَّ المسلمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقِم الصلاة.